احنا بنوري ابو طلال صور وابي يعني يوجه رساله او كلمه كيفه، كلمه رساله جمله معينه اغنيه يحب يهديها له كيف عاد وضميره ووجهه نظره. خلينا نوري اول صوره الشيخ طلال فهد. الله يشافيه ويعافيه، والله شنو ما تكلم عنه الشيخ طلال ما في حق الامان. يعني انا سوى معي اشياء شخصيه من بدايتي كلاعب الفريق الاول لغايه ما اعتزلت اليوم، واحنا مستمرين ان شاء الله في هالعلاقه الطيبه. اسال الله يطول بعمره ان شاء الله ويحفظه ان شاء الله ويعطي يدوم عليه ان شاء الله الصحه والعافيه يا رب. ما اقدر اقول اكثر من شيء، لو تكلمت ما راح اخلص، ما يكفي حلقه كامله. طيب الشيخ تركي اليوسف. ونعم والله ابو احمد، ونعم شوف يعني سبحان الله ابو احمد بعد رجعتي الاخيره لنادي السالميه يعني اكتشفت اشياء انا مو مكتشفها في ابو احمد للامانه. يعني الشخص يعني مع مساعد ما قصر، ما ادري ما ادري ما ادري شنو اقول لك صراحه. يعني اكتشفت في شغلات انا مو مكتشفها من قبل، يمكن لان ما كانت علاقتنا نفس ما هي في الايام هذه، ان شاء الله انها تستمر العلاقه ان شاء الله نفس ما هي طيبه. نعم. الصوره الثالثه شيخ خليفة بن حسن الثاني رئيس نادي الوحدة القطري. ونعم في نادي الوحدة. ونعم ونعم زين ورتون الصورة، أنا ترى من زمان عنا والله، الحين اتصالي مع ولده ماسك الفريق الأول في النادي وعسى الله يشافيه ويعافيه بعد إن شاء الله يقومه بالسلامة. الحمد لله يعني علاقتي معه جدا طيبة، ولكن من زمان ما صار بيني وبين اتصال، وإن شاء الله نطمن عن أخباره قريب إن شاء الله. نعم. ترى اول تجربه, احترافيه عنده. نعم. ما توني بقول. نعم. اول تجربه هو اللي يعني فتح عيني على عالم الاحتراف، وبدايتي كانت في نادي الوكره وبعدها انطلقت للاحتراف. طيب. وذكرياتي كلها معاهم طيبه لله الحمد. الصوره الاخيره اعتقد ولا قبل الاخيره يوسف؟ بعد في صوره زين، خلينا نشوف الصوره اللي بعدها. سمو الامير فهد. فهد نعم. ونعم نعم من افضل من انظف الشخصيات اللي اشتغلت معاه في مجال الرياضه للامانه. شخص نظيف وقلبه طيب ويحب اللاعبين ويحب نادي النصر السعودي، وعلاقتي معاه جدا طيبه. لما رحت النصر كان هو رئيس النادي. نعم. لما كنت بالنصر كان رئيس نادي النصر، ومثل ما قلت لك يعني قريب جدا من اللاعبين كان. نعم. اخر صوره هناك بالشاشه نشوفها مع الساده المشاهدين الشيخ احمد اليوسف. ونعم ابو تركي. ونعم ابو تركي كلهم. ايش تبيني اقول لك؟ يعني عندك ملاحظه، عندك زعل. ابو تركي، ابو تركي يعني هو اللي الفتره اللي كان ماسك فيها الاتحاد اخذوني مع منتخب، وبدايتي مثل ما قال ابو احمد وكان عمري صغير كان ابو تركي رئيس الاتحاد. احنا حطينا صوره ابو تركي قلنا يمكن لا 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 لا, لا لا بالعكس والله. انت تبي المواقف قلت يمكن لا لا بالعكس والله. لا والله شخص انا عملت معاه في كرئيس الاتحاد كان هو يعني كان كنا نطلع افضل معسكرات، كنا نلعب افضل مباريات الوديه للامانه، وهو مثل ما قلت لك هو اللي بدال مشواري مع المنتخب، يعني كان في وجوده كرئيس الاتحاد. نعم. اخر صوره بنوريك اياها ابو طلال. منو بعد؟ نبي كلمه. ها عزيز. ونعم والله بسعيد. هذه الصوره الاخيره؟ لا الصوره الاخيره الحين نشوفها مع الساده المشاهدين. تجهز مع الاخوه المشاهدين ونعرضها. هي اخر صوره نختم فيها ختامها مسك ان شاء الله مع ابو طلال. الله يرحمه ويغفر له. طبعا هذه الصورة لوالد مساعد العم ندى فليحان العنزي. الله يرحمه. العم ابو بدر رحمة الله عليه. شنو تحب تقول من كلمة؟ ادري هو يعني ما يشوفنا الحين الله يرحمه، لكن اكيد الوالدة الله يحفظها ويطول بعمره. الاخوان الله قاعد يشوفون، فاذا كلمة تحب تقولها. دعواتكم لا الله يرحمه ويغفر. الله يرحمه. الله يرحمه ان شاء الله. ومو العم ابو بدر كان كريم، راعي واجب، اصيل، ف يعني فاتح ديوانه دائما ليل باب عمره ما يتسكر. يعني يجي ديوان العم ابو بدر مستحيل يلقى الباب مسكر. القهوه، التمر، الحلو، ما شاء الله بيت عامر وديوان عامر. والله ان شاء الله يديم عليهم هالكرم وهالخير.